السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم على قناتي تي في إدتي. في الفيديوهات السابقة تعرفنا على بعض المبادئ الأولية لبرمجة بطاقة الأردوينو بواسطة سكراتش فور أردوين، وكيفية كتابة الكود بواسطة الإي دي أو الأردوينو يدويا. وأعترف أن البرمجة بواسطة الإي دي أو صعبة، خصوصا بالنسبة للمبتدئين والمتعلمين الصغار، لكن إذا كان هناك من سيدير العجلة من أجلنا فلما نديرها نحن؟ بمعنى إذا كان هناك من سيكتب لنا الكود البرمجة وتنصيبه على بطاقة الأردوينو تلقائيا بعد تهيئ وحداته بطبيعة الحال على طريقة سكراتش، فلما نتعب أنفسنا في البرمجة يدوية؟ إذن هذا ما سأحاول أن أشارككم في هذا الفيديو. إذن هذه العملية يقوم بها برنامج، إذن سأغلق سكراتش، يقوم بها برنامج يسمى ام بلوك، ميك بلوك ميك بلوك، هو واحد البرنامج من إنتاج واحد شركة يديرها صيني، اللي هو هذا أمامكم الام بلوك. ام بلوك إذن توجد منه عدة نسخ، داونلود، ضغط على داونلود، لأن هناك عدة نسخ. ام بلوك 5 فور بي سي، إذا هذه مازال في الحالة بيتا، في التجريب، أنا لا أنصح باستعمال هذه البيتا حاليا، لأنه لا يمكن أن نبرمج فيها أردوينو حاليا، لكن سيتم إدراجها لاحقا. إذا لهذا أنا أفضل أو التي أستعمل هي ام بلوك 3، يعني 3 فور بي سي. هناك نسخة عن بعد على الانترنت، سنتحدث عنها فيما بعد، هي هذه التي أمامنا هنا. لأننا نتطلب ربط البيريفيريك بالأردوين، ربط الأردوينو به، إذن تضغط هنا ثم تقوم بتنصيب سكريبت على حاسوبك من أجل الاستعمال. إذن نحن لا نتحدث عن هذه النسخة حاليا، سأتحدث عن النسخة التي تنصب على الحاسوب. إذا تقوم بتحميل مناسبة لك، فهناك نسخة من الأندرويد، نسخة الإيوس، نسخة الويندوز 7 فما فوق، والماك، واللينكس، وكروم أوس، والويندوز إكس بي. إذا أنا قمت بتنصيبها من قبل، إذا تقوم بتحميلها وتنصيبها كما تنصب أي برنامج عادي. إذن هي هذه التي أمامكم، إذن ام بلوك فيرسيون 3.4.11. إذن الواجهة هي هذه. إذن نحن سنحاول أن نقوم بقراءة التوتر في هذه النقاط بالنسبة لهذا التركيب التجريبي الذي استعملناه في الفيديو السابق، وسنحاول أن نقوم بنفس الأمر لكن باستعمال هذا ام بلوك. إذن في الواقع ام بلوك فهو يقوم ببرمجة ليس فقط بطاقة الأردوينو، يقوم ببرمجة كذلك الروبوتات بشتى أنواعها وأنواع مختلفة من البطاقة. إذن أول خطوة بعد فتحه لاستعماله يجب ربط البطاقة الملائمة، يعني أن تختار بطاقتك التي ستشتغل بها، إذن شواء دلاكارت. إذن هناك عدة أنواع من البطاقات حسب التي توفر عليها، بما فيها روبوتات روبوتات للتعلم إن كنت تتوفر عليها. إذن أنا سأكتفي بالأردوينو أونو، إذن تختار، أنا اخترت أردوينو أونو، أنت تختار الأردوينو التي لديك. ثم بعدها تضغط على كونيكتي، إذن يمكن ربطها به سواء بار بور سيري كوم، هو الذي سأستعمل أنا، بالنسبة لي كوم سات، يمكن أن تربطها بار واي فاي و بار غيزو. ثم كذلك هنا يمكن أن تنصب الدرايفر ديال الأردوينو لتشغل الأردوينو لديك. أنا قمت بهذه العمليات كلها من قبل من أجل التسريع. إشارة فقط أنه يمكن كذلك أن تستعمله باللغة العربية، عربيك، بالنسبة للأطفال مثلا الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية. إذن أنا سأعود إلى الفرنسية، إذن ثم بعدها بطبيعة الحال يجب ربط بطاقة الأردوينو بالحاسوب وأن تكون على الكوم سب 7. إذا كنت لا تعرف الكوم افتح الـ IDE ثم
انظر الكم الذي قمت بتركيبها عليه من قبل. إذن هذا كل ما في الأمر. إذن ستلاحظ بأن البرمجة بواسطة هذا البرنامج سهلة وبسيطة جدا. إذن تذهب إلى بيلوتاج، إذن قلت بأننا سنقوم بنفس ما قمنا به سالفا، يعني قمنا ببرمجة كتابة الكود بواسطة سكراتش وقمنا بكتابته يدويا من أجل قياس التوتر في نقاط مختلفة من الدار. إذن سأذهب إلى بيلوتاج ثم سأختار أردوينو جينيري لو كود هكذا، ثم بعدها ماذا سأقرأ؟ سأقرأ التوتر على المربط أزيرو، المدخل التماثلي أزيرو، هذا تطرقنا إليه في الفيديو السابق. ثم إذن لفالور سور لابغوش أنالوجيك زيرو، يمكن أن أخذ هذه، لكن أنا أريد أن أشاهد هذه القيمة على البوغ سيري. إذا كنت لا تعرف شيئا عن البوغ سيري فعد إلى الجزء السابق، أنا أريد أن أختصر شيئا. إذن إكخير سور لابوغ سور لو بوغ سيري لو تكست بونجور، يعني أكتب على البوغ سيري كلمة بونجور. إذن سأخذ هكذا، إذا استعملنا هكذا فمباشرة سيكتب لنا بونجور على البوغ سيري، لكن نحن نريد أن يقرأ لنا التوتر. إذن سنأخذ لا فالور دو لابوغ أنالوجيك زيرو. إذن تلاحظ هنا بأن هناك زيرو، يمكن أن تختار أنالوجيك أزيرو أو أدو أو أتروا أو أكاتر أو أسانك حسب اختيارك، ليس كسكراتش فور أردوينو الذي شيئا ما هذه الاختيارات محدودة. إذن أنا سأتركه في زيرو لأن لدي أزيرو. ثم بطبيعة الحال إذا استعملت بهذه الطريقة مباشرة سأقرأها قيمة تماثلية أنالوجيك، لفالور أنالوجيك، أنا ما بغيتش لفالور أنالوجيك، بغيتها بالفولت. إذن لابد أن أقوم بالعملية اللي كنا ذكرناها من قبل. سأخذ هذه القيمة التماثلية سأضربها في 5 كي أحولها إلى الفولت، هذا الأمر تطرقنا إليه في الفيديو السابق في الزيرو باش يعطيني أكثر دقة. ثم سأقسم هذه القيمة على 1024، كاين اللي كيدير 1023 1024. ثم مباشرة عوض أن يقوم بعرض بونجور سيعرض هذه القيمة. إذن الآن انتهينا من الكتابة ديال الكود. لاحظتوا بأن هنا مقارنة مع سكراتش فور أردوينو كنا استعملنا لي فاريابل إلى آخره، إذن هنا سهل علينا المأمورية أكثر، صغر علينا المأمورية. إذن الآن قمنا بكتابة الوحدات، وضعنا الوحدات، إذن يكفي أن نضغط على جينيري لو كود، تضغط على جينيري لو كود مباشرة يقوم بجينير ديال الكود. إذا واجهت مشكلة إلى هذه المرحلة تأكد بأنك اخترت نوع البطاقة الملائمة، وتأكد بأنك اخترت البو الملائم كوم سابع، ثم مباشرة تضغط على تيلفيرسي دون الأردوينو. ماذا يعني تيلفيرسي دون الأردوينو؟ تنصيب على الأردوينو مباشرة، يجب أن تكون الأردوينو متصلة بالحاسوب، وبطبيعة الحال يجب أن تكون قد نصبت لدرايفر ديال الأردوينو من قبل. إذن هذو هما ثلاثة المشاكل اللي يمكن أنك تواجهها لما بغاش يخدم لك. إذن ثم إذا تيليفيرسي دون الأردوينو، تلاحظ هنا تيليفيرسمون أون كور، يقوم بتنصيبه على الأردوينو مباشرة. تنتظر حتى ينتهي، فهو يقوم الآن بالتنصيب. إذن أفير دود دون تانكيو، إذن تيليفيرسمون فيني. إذن الآن أصبح الكود منصب على البطاقة. فيرم. يمكن كذلك أن تفتح هذا الكود في برنامج IDE للأردوين. إذن أوفغيغ دون IDE ديال الأردوينو. إذن فيصبح لديك الكود في IDE ديال الأردوين. إذن تلاحظ هنا بأن سيريال بيجان، يعني هذا المونيتور سيري، فهو خصك ديرو على 115200، يعني سرعة تبادل المعلومات هي في هذه السرعة. إذا إلا ضغطنا هنايا
غادي نقراو مباشرة التوتر اللي كان على أزيرو حالي حاليا. تمام، هذا اللي أمامي نرجعو لهنا، كتلاحظ بأن كيعطيني 4.98. إذا غنرجعو نقطة أخرى، هاد النقطة غنغلق هادي وغنفتحها من جديد، وغيعطيني القيمة 3.13. إلا درت لاماس مع لاماس بطبيعة الحال خصو يعطيني زيرو. إذا هنا قلنا 15200 ماشي 9600. غنفتح هادي من جديد ثم غنقرا مباشرة زيرو. إذا إلا بغيت أنا ما بغيت باش أنني ما نبقاش نفتحها كل مرة بحال هكدا، فخصني نرجع للكود ديالي نغير فيه شي شوية. إذا شنو هنا كيعطينا؟ كيعطينا قيمة واحدة مرة واحدة. إذا أنا بغيتها تبقى تعاود نرجعها لهنا، بغيتها تبقى تعاود، إذا هنا خصني ندخل نزيد واحد البوكل كونترول غندير ريبيتي باغ إكزومبل 10 فوا أو بيان ريبيتي انديفينيمون، غندير ريبيتي انديفينيمون وغنرجعها بحال هكدا. إذا كتلاحظ بأن الكود كيتغير مباشرة وكتصبح عندي واحد الفويد لوب، واحد الفويد لوب هنا كتزاد باش يبقى يتعاود. إذا ندير نفس العملية، تيليفيرسي لاردوينو تيليفيرسمون أون كور باش نعاود نصبها على البطاقة. ملي كينتهي كندير فيرمي وكنعاود نفتح الاي دي او ديال الاردوينو عندي باش نفتح السيريال مونيتور ديالي، السيريال مونيتور ديالي وكنحطو بحال هكدا. قلنا كاين فيه 9600، نرجعها 15000. اذا كنلاحظ بانه كيبدا يقرا ليا هاد القيمة هادي دائما. اذا رجع مثلا هاد النقطة هادي باش يبدا يعطيني النقطة اللي بغيت 3.13، رجع لهاد النقطة خصو يعطيني زيرو، كيعطي زيرو. رجع لهاد النقطة خصو يعطيني تقريبا 5 فولت، 4.99، 4.8 و90. إذا كتلاحظ بأن الآن أصبح هذا البرنامج يدير العجلة مكاننا وبأقل وحدات ممكنة. إذا ما كنا قد استعملناه في الفيديو السابق كنا قد مر بعدة مراحل. إذا لكن رغم هذه الإيجابيات كلها، فإذا أردت أن تدور بطبيعة الحال العجلة على كما تريد أنت، فلا بد أنك أن تتعلم البرمجة. إذا هذا البرنامج فهو بطبيعة الحال للمبتدئين جيد جدا، وحتى بالنسبة للغير المبتدئين يمكن أنه أن يعني يختصر لك وقت البرمجة، ثم بعد ذلك تأخذ أنت هذا الكود وتضيف ما تريده عن طريق فتحه في الـ IDE ديال الأردوين. إذا هذيك توطئة إن شاء الله. في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله سنحاول أن ننجز مشاريع بواسطتي. إذا كخلاصة، يمكن أن تبرمج بهذا البرنامج أي بطاقة من هذه البطاقات الموجودة هنا بما فيها الروبوتات، وهو في الواقع المجال الذي يستعمل فيه حاليا بكثرة، وهو تعلم برمجة الروبوتات بالنسبة للأطفال. إن هكذا يشتغل هذا البرنامج، فيصبح يشتغل كما تستعمل سكراتش، لكن هو سهل المأمورية أكثر كما شاهد. إذن فقط لاستعمال نسخة عن بعد، هناك كذلك نسخة عن بعد يمكن استعمالها كما أشرنا من قبل. إذن النسخة عن بعد هي هذه اللي أمامنا، إذن تتواجد https://ide-make-blog.com. إذا وتطلب ربط بطاقتك به قبل أن تبدأ، وهذا يتطلب تنصيب ام لينك على حاسوبك.
فهذه الصفحة بالنسبة لك ستظهر بالصين الصينية. أنا فقط ضغطت هنا على تخدوير لكي يقوم، وهذه تقنية يجب أن تتعلمها. لو كانت أي صفحة بأي لغة كما كانت، يمكن أن تستعمل جوجل ترانسلات لكي يقوم بترجمتها، على الأقل تفهم المبدأ. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو. إذن قلت هذا يجب أن تنصب هذا البرنامج إم اللينك لكي تشغل بطاقتك عن بعد مع هذا إم بلوك الموجود عن بعد. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة سنحاول أن ننجز بعض التجارب بواسطة هذا البرنامج. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ليصلكم كل جديد، فأنا أتقاسم مع الجميع كل ما أتعلمه وكل ما أكتشفه وما أراه يمكن أن يفيد سواء أصدقائي أو زوار قناتي أو أصدقائي على الفيسبوك. فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في قناتنا لتشجيعنا على الاستمرار.